وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني سخر الله العباد بعضهم لبعض. وعبر التاريخ في أسر معروفة بالملك، في أسر معروفة بالمال، في أسر معروفة بالعلم، في أسر معروفة بألوان من التخصصات المختلفة في الحياة. إذن هذا التفاوت هو سر من أسرار الحكمة والإعجاز الإلهي في الخلق. وعلى ضوء هذا التفاوت يصبح بعض الناس يساعد بعضا، وبعض الناس يحتاج إلى بعض. ولذلك قيل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يحتاج بعضهم إلى بعض.